الرئيس السيسي يبحث مع نائب رئيس غينيا الاستوائية أجندة التعاون الثنائي، ويستعرض مع رئيسة بنك التنمية الجديد دور مصر في مساندة الدول الأعضاء. مدبولي يشهد توقيع عدد من عقود إدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبوظبي. واشنطن تدرس رد حماس على اتفاق الهدنة، وتقول إنها ستعمل مع القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو نجيما أوبيانغ مانغ، الذي سلم رسالة للسيد الرئيس من رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ نجيما، تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر وتوجيه الدعوة لرئيس السيسي لزيارة غينيا الاستوائية. كما التقى الرئيس السيسي رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روساف، حيث أكد الرئيس اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيودورو ناجيما أوبيانغ مانغ نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد الوزاري المرافق له، الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن نائب رئيس غينيا الاستوائية استهل اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس أوبيانغ ناجيما رئيس غينيا الاستوائية، تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر والسيد الرئيس وتوجيه الدعوة لسيادته لزيارة غينيا الاستوائية، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، ومؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وقد استعرض نائب رئيس غينيا الاستوائية في هذا الإطار مجريات زيارته لمصر، التي التقى خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيداً بما شاهده من تقدم تنموي لافت في مصر بشكل يمثل إضافة حقيقية وملموسة لقدرات وإمكانيات القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغينيا الاستوائية، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن والتجمعات العمرانية والطاقة والنقل والصحة والدواء. حيث أعرب نائب الرئيس الغيني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالمياً في القضاء على التهاب الكبد فيروس سي. كما تناول اللقاء الأوضاع القارية والإقليمية، حيث ثمن السيد الرئيس مواقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المصرية للتوصل إلى وقف الإطلاق النار بقطاع غزة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع بالقارة الإفريقية وجهود تعزيز السلم والأمن القاريين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة في القارة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة ديلما روساف رئيسة بنك التنمية الجديد والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية. تناول اللقاء استعراض مسار العلاقات بين مصر والبنك الذي يعد الذراع الاقتصادي لتجمع بريكس، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك، مشيراً إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع بريكس المؤسسين والجدد. وقد أكد السيد الرئيس محددات رؤية مصر حول أهمية شراكات الجنوب-جنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مشيراً إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك، لا سيما بشأن ما يوفر من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني
الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية. من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام، بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعماً لجهود التنمية. كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة، منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً، ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضارية بديلة، مما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجاً. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات من كبار رجال الدولة للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقد أعربت هذه البرقيات عن خالص الدعوات لمصر قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عدد من العقود لإدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبوظبي. تشتمل العقود على عقدي إدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لكل من محطة دحرجة رورو ومحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تشتمل على تشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للسفن السياحية لمواني سفاجة والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة مواني أبوظبي. أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام، وخلال اجتماع لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، أكد مدبولي على أن هذا الاهتمام يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات، سعيا لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يعزز من المنافسة العالمية. ونوه رئيس الوزراء إلى ما يتم إعداده من دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، سعيا لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الوصلات الكهربائية المختلسة وتحصيل الفواتير المستحقة، وخلال لقائه بالمسؤولين المعنيين لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالي المديونات المستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتمويل للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لنحو 400,000 حصة غذائية وبتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. شيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الاهم. المصر اهو ابن البلد، دي مصر بالنسبه له. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بالمعاونه في توفير السلع الاساسيه للمواطنين باسعار مناسبه تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لعدد 400,000 حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية. وعبر أسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة تم نقل الحصص الغذائية إلى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تمهيدا للبدء في توزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية. كرتونة حلوة فعلا وتستاهل، يعني 125 مش فلوس دلوقتي، وفيها حاجات فعلا مفيدة. احنا بنشكرهم على المجهود اللي هم عاملينه طبعا، والبلد كلها معترفة ان هم فعلا انجزوا حاجات كتير قوي، والحاجة فعلا مفيدة ونظيفة احسن كتير. ياما ياما احسن من الاغلال اللي بره، الناس اللي مولعه فينا بره. اشكر قوات المسلحة اللي هي بتعمل كده مع الشعب، من كبير فيها للصغير فيها. القوات المسلحة اللي حامين المصرية والشرطة. أسعارها هادية وفيها حاجات تزيد عن المبلغ اللي هم بيدوهالنا بيه. ممتازة ممتازة والله. الأسعار جميلة جميلة عن بره كتير كتير والله. لا الأسعار كويسة جدا هنا. عن بره، بره غالية أوي الأسعار، هنا كويسة. يعني أنا ال 125 جنيه ما يجيبوليش حتى إزازة زيت. يعني أنا بجيب مكرونة وزيت وسكر فيها وكل حاجة حلوة قوي. يعني نشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يقويه يا رب ويخليه لينا وينصره على أعدائه يا رب. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وافتتاح عدد من الأفرع التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة سان مول بالمحافظات بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة متميزة لأبناء الشعب المصري. واستمرارا لحملة بلدك معك التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تم تنظيم قوافل طبية بالمناطق الأولى بالرعاية بنطاق محافظة البحيرة، تضمنت عدد 17 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات، تم خلالها إجراء المسح الطبي والمعامل والأشعة وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 14,247 حالة من المواطنين وطلبة المدارس المختلفة. أنا جيت النهاردة قضحت التذكرة وكشفت مخ وأحصاب. الدكتور جاب لنا أحلى مجابلة وعامل لنا أحلى معاملة. ربنا يخلي السيد الرئيس اللي جاب لنا الناس الكويسة المحترمة دي لخدمة الشعب كله، مش خدمة واحد ولا اثنين، لخدمة الشعب لأي إن كان بيجي بياخد راحته وبيكشف وبياخد علاج. وبسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يدوم الخدمة دي للشعب كله. كله متوفر، كشوفات، نظارات، كل شيء موجود الحمد لله، إفادة كاملة لبلدنا. شكرا، وحملة بلدك معاك، وربنا يبارك لكم ويكفيكم شر المرض ويجعلكم مستورين. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم ومشاركتهم كافة الأعياد والمناسبات. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية، تستمر على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وناقش الفريق أسامة عسكر عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وللقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالأداء المتميز لجميع العناصر القائمة على تنفيذ المشروع. نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مطروح. يأتي ذلك في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع. نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مرسى مطروح. بدأت المراسم بكلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أشارت فيها إلى جهود مصر الرائدة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب السابقة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، حيث تمكنت من تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بمناطق الساحل الشمالي الغربي، مشيدة بالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع القوات المسلحة في هذا الإطار. فيما ألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن للمركز خبرة كبيرة في تقديم الرعاية المتكاملة للمصابين وفقا لبرنامج للعلاج والتأهيل. كما شملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة. حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤول وزارة التعاون الدولي. في الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت التنسيقية أنها عملت خلال السنوات الست الماضية على تنمية الحياة السياسية والحزبية، وأشارت التنسيقية أنها قامت بمساهماتها من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب. كما أكدت التنسيقية أنها قدمت خلال تلك الفترة نموذجا ناجحا للقيادة الواعية من خلال أعضائها نواب المحافظين ومثالا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ، متعهدة ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة من أجل تنمية حقيقية ومستدامة ورؤية بمفهوم جديد. بحث سامح شكري وزير الخارجية ونظيره من غينيا الاستوائية مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، كما تم تناول سبل تعميق التعاون التجاري والاستثماري ومواصلة البناء على التطور والتنوع الذي تشهده العلاقات في الآونة الأخيرة. اللقاء تناول كذلك حالة السلم والأمن في القارة والتنسيق بشأن القضايا الأفريقية في الإطار متعدد الأطراف. كما تطرق اللقاء أيضا إلى المستجدات في قطاع غزة ومخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، حيث أعاد الوزير شكري التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، مستعرضا الجهود التي تبذلها الوساطة المصرية بالتعاون مع قطر من أجل التوصل إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما ثمن وزير الخارجية موقف غينيا الاستوائية الداعم للقضية الفلسطينية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوان القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه.
أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن مصر وقطر والولايات المتحدة ملتزمون بالشراكة من أجل إنهاء الحرب في غزة وتبادل المحتجزين. أعرب وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديره للجهود الأمريكية في سبيل توحيد الرؤى للتوصل إلى مقترح وقف إطلاق النار بصيغة تقرب بين وجهات نظر الأطراف كافة قدر الإمكان. ونحن نحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار دائم، وهي عملية طويلة في الحقيقة ومحبطة أحيانا. لقد قلنا أن سلوك من كلا الطرفين يسير ضد الجهود. نحن نبذل ما بوسعنا لاعتبار أنفسنا كشركاء في هذا الصراع، وما نهدف إليه بتحقيق الأهداف المحددة هو رفع المعاناة عن الناس في غزة. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن أن واشنطن تعمل مع القاهرة لإيقاف الحرب على غزة بكل السبل الممكنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين. وأشار بلينكن إلى استمرار الولايات المتحدة مع الوسطاء في الضغط على كافة الأطراف لقبول مقترح وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك مقترحات جديدة لخطة ما بعد الحرب سيتم تقديمها خلال الأسابيع المقبلة من أجل إعادة الإعمار والبناء. في الأيام المقبلة سنواصل الضغط بشكل عاجل مع شركائنا في قطر ومصر لمحاولة إتمام هذا الاتفاق، لأننا نعلم أن ذلك يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بل والعالم أجمع. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حماس اقترحت عدة تغييرات على مقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. شدد بلينكن على أن مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين هو الأساس من أجل الأمن والسلام في المنطقة وإنهاء الحرب وبداية الإعمار في غزة. ما تلقيناه الماضية فيما يتعلق بإجابات حماس على المقترح هو تغيير بعض البنود الذي من المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن. ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه أي من هذه التغيرات هل هي مهمة أم لا؟ وهل يمكن إنجازها أم لا؟ وكما وصفنا ما يبحثون عنه، أستطيع أن أخبركم أنه أنا ورئيس الوزراء نعتقد سويا أن هذه التغيرات علينا أن ننظر إليها على أسس سليمة في الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الثغرات يمكن رأبها أم لا. وأعتقد أن المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن يوجد على الطاولة. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن التغييرات التي اقترحتها حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار طفيفة، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في هذا الاقتراح. وأضاف سوليفان أن العديد من التغييرات المقترحة طفيفة ومتوقعة، مشيرا إلى وجود تغييرات أخرى بشكل جوهري عما تم تحديده في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن طرح بايدن وقف إطلاق النار في غزة.
كانت مصر وقطر قد أعلنتا عن تسلمهما ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. بدورها أكد رد حماس أن مبادئها الأساسية هي الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن تكون الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، مشيرة في الوقت ذاته على جاهزيتها للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة. في الوقت الذي تدك فيه قوات الاحتلال قطاع غزة وتمارس قصفها الوحشي بلا هوادة ضد المدنيين والنازحين، تدور المفاوضات على مقترح الهدنة في دائرة مفرغة من الشد والجذب. فبعد طول انتظار من الولايات المتحدة وإسرائيل، ردت حماس على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة في قطاع غزة وسلمته للوسطاء بمصر وقطر. وفي طيات الرد أكدت الحركة أن مبادئها الأساسية هي الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن تكون الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، مشيرة في الوقت ذاته إلى جاهزيتها للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة. الرد الحمساوي جاء بتعديلات وصفها بالطفيفة على المقترح، وتشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. رد حماس يأتي بعد يومين من تصويت مجلس الأمن على تبني قرار معدل للولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة على أساس مقترح الهدنة الأمريكي الذي تم تبنيه بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت. الاقتراح الأمريكي يعرض وقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مما يؤدي في النهاية إلى نهاية دائمة للحرب في إطار خطة من ثلاث مراحل تبدأ بوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ثم انسحاب عسكري إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإطلاق سراح بعض المحتجزين، بينما يتم التفاوض على وقف دائم للأعمال القتالية من خلال الوسطاء. وبدوره ما زال المكتب البيضاوي يتدارس رد حماس مع الحليفة إسرائيل التي ترى أنه رد يرقى إلى حد الرفض. مسؤولون بالمكتب السياسي لحركة حماس قالوا إن الفجوات ليست كبيرة وإن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، ليزداد الوضع تعقيدا راسما لوحة غامضة يغلب عليها اللون الأحمر جراء نهر الدماء الذي لا يتوقف في قطاع غزة. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37202 وعدد المصابين إلى 84932 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت السلطات الصحية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 إصابة خلال 24 ساعة. أعلنت فرنسا عن تقديم مساعدة مالية طارئة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو لمساعدتها في تقديم الخدمات العامة الأساسية. أفاد بيان للخارجية الفرنسية أن هذه المساعدة ستساعد في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خاصة وزارة الصحة، مشيرة إلى تقديم مبلغ 16 مليون يورو خلال العام الجاري للسلطة الفلسطينية. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول.
شهدت نقابة الصحفيين توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشأن تطوير أوضاع الصحفيين القادمين من قطاع غزة، بالتزامن مع إحياء نقابة الصحفيين المصرية للذكرى 29 ليوم الصحفي بحضور ممثلين عن مجلسي النقابتين. من جهته قال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين إن الفلسطينيين يكونون كل التقدير لشعب مصر والإعلام المصري، مؤكدا أن نقابة الصحفيين المصرية كانت في مقدمة الصفوف لمساندة الصحفيين الفلسطينيين في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي. البروتوكول ما بيننا وما بين الصحافة الفلسطينية ده تتويج أو تكريس للتعاون المستمر وما بيننا وما بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين. في زملاء لنا كتير من الصحفيين جم من غزة إلى مصر، دول يعني النقابة المصرية بتتعامل باعتبارهم زملاء أعضاء في النقابة، بنقدم لهم من خلال بروتوكول مجموعة من الخدمات اللي بتتعلق بالتدريب بالعلاج بغيره من الأنشطة الأخرى اللي بتتعلق بالنقابة. كمان جزء من البروتوكول هو التعامل إن احنا شركة في تحريك القضايا في الجنائيه الدوليه، وشركه في تقديم الادله، وشركه في ما يتعلق برصد الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني. كان يوم تاريخي بالنسبه لنا في نقابه الصحفيين الفلسطينيين، وشهد هذا المقر مقر نقابه الصحفيين المصريين حدثا تاريخيا بتوقيع اتفاقيه استراتيجيه بين النقابتين التي تخدم الصحفيين الفلسطينيين من قبل نقابه الصحفيين المصريين، وتعامل الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين الذين جاءوا من غزة المتواجدين على أرض جمهورية مصر العربية معاملة الصحفي المصري. هذا لم يحدث مسبقا، وإنما حدث فقط مع الصحفيين الفلسطينيين. هذا يدل على إرادة كل الشعب المصري وكل الصحفيين المصريين ودورهم ودعمهم الكبير في كل المراحل التاريخية. مصر هذه ليس أول مرة تقف مع فلسطين، مصر عبر التاريخ هي السند الأول للشعب الفلسطيني وهي الداعم الأول وهي العمود الفقري في الأمة العربية التي بالنسبة لنا كفلسطينيين. وللمزيد حول بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين المصرية ونظيرتها الفلسطينية يطلعنا عليه الزميل رامي محمد. تحياتي لكم ولكل متابعينا من أمام إحدى قاعات نقابة الصحفيين المصرية، حيث تم منذ قليل توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين. هذا البروتوكول يشهد العديد من التعاون الكبير وأيضا تطوير لأوضاع الصحفيين القادمين من غزة وإقامة عدد من لجان التعاون بين مجلسي النقابتين، وأيضا هناك عدد من الإضافات للدورات التدريبية للصحفيين الفلسطينيين وإضافة عدد من جوائز الصحافة أيضا للصحفيين الفلسطينيين، وأيضا العديد من الدعم والتعاون بين النقابتين والصحفيين المصريين والفلسطينيين. هذا ما حدث اليوم داخل نقابة الصحفيين المصرية، وعودة إليكم. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الجامعة العربية تدعو لاستئناف مفاوضات السلام بالسودان، وترحب بدعوة مصر لعقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية الشهر. دعا المشاركون في الاجتماع التشاوري بشأن تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان والذي دعت إليه جامعة الدول العربية إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان الصادر في 11 مايو 2023. شدد المشاركون على التزامهم القوي بتعزيز التنسيق فيما بينهم لتحقيق سلام مستدام في السودان على أساس التوصل إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار وإطلاق حوار سياسي وطني بقيادة سودانية، والعمل على الاستفادة من آليات الوساطة السودانية المحلية والوجهاء السودانيين في عملية نزع فتيل النزاع ووضع تدابير لبناء الثقة. جهود دؤوبة تبذلها الجامعة العربية في أطار المساعي العربية والدولية لاحتواء الأزمة المتفاقمة في السودان وإنهاء الصراع الدائر هنا، والذي دخل شهره 14 ورح ضحيته آلاف القتلى والمصابين والملايين من النازحين. وفي هذا الإطار دارت مناقشة الاجتماع التشاوري لتعزيز تنسيق الجهود لصالح السودان. الترحيب الكامل
بالجهود المختلفة لإطلاق حل سياسي شامل، وخاصة من خلال إطلاق حوار سياسي سوداني شامل. جرى حديث هام شديد الصراحة حول تنسيق الجهود والتعامل مع الوضع السوداني وكيفية عدم السماح بتشتت الجهود من كافة هذه القوى الإقليمية أو المنظمات الإقليمية، وأن أهداف الجميع هي واحدة وهو إنقاذ الوضع في السودان. ثلاثة محاور تبلور حولها الاجتماع، لعل أبرزها يدور حول تقييمات المنظمات الإقليمية والدولية والدول ذات الصلة، والاستماع لأفكار تعزيز آلية التنسيق التي طرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العممرة. أملنا أن يستمع طرف النزاع إلى نداءاتنا بالاحتكام للعقل و تفادي كل من شأنه أن يؤدي بالأوضاع إلى انزلاقات خطيرة، حقنا للدماء الأبرياء وحفاظا على مستقبل الإخاء والوئام الذي يجب أن يعود في القلوب وأن ينتشر في ربوع السودان، بحيث ليس لأي سوداني وطن بديل، لابد من الحفاظ على أمن وسلامة وحرمة السودان الترابية وسيادته الوطنية. هذا وقد استعرض الاجتماع والجهود المضنية والمساعي الحثيثة لاحتواء الأزمة في السودان وإنهاء الصراع وبحث سبل تقديم مساعدات مالية للدول المستضيفة للنازحين السودانيين، وذلك في إطار الجهود العربية الدؤوبة لعودة الاستقرار والأمن للسودان الشقيق. أعلن حزب الله اللبناني إطلاق عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنع عسكري ومناطق بالأغوار والجليل، ما تسبب في اشتعال نيران وذلك في نحو 3000 متر مربع بشمال إسرائيل، ردا على مقتل أحد كبار قادة الحزب في غارة إسرائيلية بالأمس بقرية جويا جنوبي لبنان. أوضح حزب الله أنه قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي بقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها. من جانبها أفادت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم رصد نحو 170 صاروخا وقذيفة أطلقت من جنوب لبنان خلال دقائق معدودة، وأن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 32 بلدة إسرائيلية، مشيرة إلى أن قصف حزب الله اليوم هو الأكثر كثافة والأعنف منذ بداية التصعيد بين الجانبين.
أصيبت سفينة تجارية ووجهت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، وأكدت شركة أمبر البريطانية أن السفينة أصيبت جنوب غرب ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه قوات الحوثي. واعتبرت الشركة أن السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف المعلن عنها من قبل قوات الحوثي. في السياق، أعلنت وسائل إعلام تابعة لقوات الحوثي قيام القوات الأمريكية البريطانية بشن غارة على منطقة الجبانة غرب الحديدة في اليمن. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بباريس، دعا الفرنسيين إلى التحلي بالمسؤولية والوضوح خلال المرحلة القادمة. وقدم ماكرون الأسباب التي دفعته إلى حل الجمعية الوطنية الفرنسية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة من المقرر تنظيمها في 30 من يونيو الجاري وحتى 7 من يوليو القادم. لم يكن من الممكن أن يتم الرد من وجهة نظري من خلال تغيير الحكومة أو الائتلافات، وهو ما لم يكن ممكنا في البرلمان، وقد أظهرت الأيام الأخيرة ذلك، لكنها فرضت أيضا حلا للبرلمان يسمح وحده بتوضيح الأمور، لأننا في وقت يجب أن تواجه فيه بلادنا عددا من التحديات لا يمكن أن يعرقلها المتطرفون، ولأن ذلك يعد بمثابة ثقة في شعبنا وفي القيم الديمقراطية والفطرة الوطنية السليمة. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. تناول الاجتماع التحضيرات للقمة حول أوكرانيا المقررة في 15 و16 من يونيو الجاري في سويسرا. تأتي زيارة زيلينسكي غير المعلنة لجدة في إطار جولة تشمل عدة دول لحشد الدعم قبل قمة سويسرا، حيث تهدف كييف إلى حشد الدعم الدولي لخطة سلام اقترحها زيلينسكي وتتضمن الانسحاب الكامل للقوات الروسية. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر صواريخ يتم نقلها بواسطة قافلة عسكرية وتحميلها على سفينة حربية كجزء من تدريباتها النووية التكتيكية. وقالت الدفاع الروسية إن أطقم البحرية تتدرب على تجهيز صواريخ كروز البحرية برؤوس حربية نووية وهمية، بينما يتدرب جنود من منطقة لينينغراد العسكرية على تركيب الرؤوس الحربية على أنظمة صواريخ إسكندر إم. تعتزم الولايات المتحدة إرسال نظام دفاع جوي جديد من طراز باتريوت إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين. من جهتها، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن نظام باتريوت الجديد المخصص لأوكرانيا منصوب حاليا في بولندا، حيث يحمي وحدة أمريكية من المقرر أن تعود إلى الولايات المتحدة، ويعد هذا ثاني نظام باتريوت على الأقل ترسله واشنطن إلى كييف. كان الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قد دعا مجددا في وقت سابق إلى تزويد بلاده بمزيد من المضادات الجوية، وطلب بالحصول على أنظمة باتريوت إضافية بما في ذلك نظامان للدفاع عن منطقة خاركيف. استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة 14,250 حاجا مصريا لتقديم الخدمات العلاجية لهم، بينما تم احتجاز 54 حالة بالمستشفيات السعودية. هذا وتفقد الدكتور عمرو الرشيد رئيس البعثة الطبية المصرية وأعضاء البعثة مستشفيات مكة المكرمة للاطمئنان على حالة الحجاج المحتجزين بها.
بهدف الإطمئنان والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم للحجاج المصريين بالمستشفيات السعودية، قام وفد البعثة الطبية المصرية برئاسة رئيس البعثة بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة ولقاء المسؤولين السعوديين بتلك المستشفيات للتنسيق ووضع خطط العلاج والإطمئنان على الوضع الصحي لدى الحجاج. كما تضمنت الجولة المرور على المرضى من الحجاج المصريين المحتجزين بغرفهم بتلك المستشفيات لدعمهم نفسياً والوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم. ما تقلقش، الأمور هتبقى كويسة وإن شاء الله تكون موجود معنا في عرفات بإذن الله. إن شاء الله يا حاج. ألف سلامة عليك، شفاك الله وعافاك، ألف سلامة. تؤمر بأي حاجة؟ ألف سلامة يا حاج. كل الناس دي جاية تطمن عليك. الله يحفظهم يا رب ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك. إن شاء الله ما يكونش في أي تقصير حصل معاك مننا خالص. ألف سلامة عليك. الحمد لله رب العالمين. ايه رايك في الخدمه يا حاج بقى؟ مستشفى هنا عامل الواجب وزياده بخير. الخدمه ما شاء الله، يعني ربنا يبارك ان شاء ربنا الله. ربنا الحمد لله، المرضى المصريين بكل خير في ايد امينه، يتم العلاج ويتم التشخيص بسرعه وبيسر، كل الخدمات مقدمه موفاه. وشعار خدمة الحجيج شرف لنا ده مش شعار، يعني ده واقع موجود ولمسناه في كل خطوة خطناها في هذه المستشفى. كل الحجاج بصحة جيدة، بيتم عمل الإجراءات الصحية ليهم، التشخيص تم على أكمل وجه، العلاج يسير بصورة جيدة جدا. زملائنا في المستشفى مش مقصرين، يعني شكرا للدعم والمساندة. كما حرصت البعثة الطبية المصرية على التنسيق في كيفية تفويج المرضى من الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات لمشعر عرفات لتمكينهم من أداء الفريضة من خلال الحملات والقوافل الطبية التي تقوم بها تلك المستشفيات بالتنسيق مع البعثات الطبية والهلال الأحمر السعودي. الفكرة الرئيسية هي تجهيز الحاج لأنه يكون ريدي بإذن الله أنه قبل يوم 9 يكون ديسشارج وأكمل كل الخطة العلاجية والخدمة العلاجية اللي احنا هنقدم له هي. والحجاج اللي لم نستطع انه نحن نرسلهم مع للبعثات في قافله متكامله، قافله للحج، القافله هذه حتكون قافله مجهزه، حتكون باسعافات وحتكون بسيارات للحجاج سواء الماشي او الحاج اللي يكون على سرير او على كرسي متحرك، وننقله الى مشاعر عرفه ويتم حجه بأكمل صورة بحول الله تعالى. وفي احتفالية أعدتها وزارة الصحة السعودية، تم اختيار مصر لإلقاء كلمة وفود البعثات الطبية للدول الإسلامية وتكريم تلك البعثات لدورهم المهم في توفير الخدمة العلاجية الملائمة لضيوف الرحمن. تقدم المملكة العربية السعودية خدمات صحية استثنائية تجسد التزام المملكة الراسخ بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وضمان راحتهم وأمانهم وأمنهم الصحي خلال رحلاتهم الروحية، وتمثل نموذجا يقتدى به للعالم الإسلامي. خدمات تشخيصية وعلاجية تقدم على مدار الساعة من قبل السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية، فالكل في صراع مع الزمن لتهيئة الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن، فالكل يعمل تحت شعار خدمة الحقيق شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري. والآن مشاهدينا الكرام مع أخبار الاقتصاد في التاسعة، نتابعها مع شروق عماد الدين. إليك شروق. شكرا لكما ريهام ونهى، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. اختتمت فعاليات ملتقى بنك التنمية الجديدة الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بجلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دفع التنمية العالمية من خلال التعاون جنوب-جنوب لمناقشة آلية التعاون جنوب-جنوب باعتباره قوة تحولية في المشهد الاقتصادي العالمي. من جانبها توجهت مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ديما الخطيب، توجهت بالشكر للحكومة المصرية لتنظيم الملتقى، وقالت إنه من الضروري التحرك للأمام في التعاون بين دول الجنوب والعمل بين الدول المختلفة للحاق بأهداف التنمية المستدامة.
كشفت السفارة البريطانية في القاهرة عن أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة المتحدة في مصر قد بلغ 8.7 مليار جنيه استرليني. وأوضحت السفارة أن حجم التبادل بين البلدين وصل إلى 4.9 مليار جنيه استرليني بحلول نهاية عام 2023، بزيادة تقدر ب 3.8% عن عام 2022. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5868 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر EGX100 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بعد توقعات رئيسية أشارت إلى أن مخزونات النفط العالمية تشهد انخفاضاً في النصف الثاني من عام 2024. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 81.91 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.37% ليصل إلى 83.4 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 1.97% لتصل إلى 2.46 دولار للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.21% لتسجل 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قرر البنك الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة عند 5.5%، وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً في اجتماعه 7 على التوالي، مشيراً إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن نظام التجارة الدولي يتجه إلى التشرذم في ظل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية. وخلال مراسم إحياء مرور 60 عاما على تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، أضاف غوتيريش أن نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات، وأن أزمة المناخ تضرب بشدة العديد من البلدان النامية. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة 9، ومن جديد عودة إليكما نهى وريهام. شكرا جزيلا لك شروق. أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول أوامره للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في عقاب الزلزال الذي ضرب مقاطعة بوان جنوب غرب البلاد وبلغت قوته 4.8 درجة. كانت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية قد ذكرت أن الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات جنوب غرب مقاطعة بوان وعلى عمق 8 كيلومترات، ويعد هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام. والآن نتحول في نشرة 9 لأهم أنباء الرياضة إلى شروع والتفاصيل. شكرا لكما مجددا ريهام ونهى، أهلا بحضراتكم. وجولة رياضية جديدة لأهم وآخر أخبار الرياضة محليا وعالميا.
أرسل اتحاد كرة القدم خطابا رسميا إلى كل من نادي بيراميدز والزمالك والأهلي وبروكسي والنصر والألومنيوم بشأن مبارياتهم المؤجلة في دور 32 من بطولة كأس مصر. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراة بيراميدز والنصر يوم الاثنين 15 من يوليو، بينما تقرر إقامة مباراة الزمالك وبروكسي يوم الخميس 18 من يوليو، فيما تقام مباراة الأهلي والألومنيوم يوم الجمعة 19 من يوليو. تستأنف غدا الخميس مباراة الدوري الممتاز بإقامة مؤجلات الجولة 11 للبطولة بعد فترة التوقف الدولي، وتستأنف مباراة الدوري بمواجهتين بيراميدز ضد سموحة وفيتشر ضد الجونة في 7 مساء، كما يلتقي بعد غد الجمعة الأهلي مع فاركو وسيراميكا كيلوباترا مع الزمالك في مؤجلات الجولة ذاتها. تقام غدا الخميس 4 مباريات نهائي دوري سوبر رجال كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة استاد القاهرة الدولي. وكان قد فاز فريق الاتحاد السكندري على الأهلي في 3 مواجهات الدور النهائي بنتيجة 80-78، يتقدم بذلك الاتحاد على الأهلي في سلسلة النهائي بنتيجة 2-1. وفي حالة فوز الاتحاد السكندري بمباراة الغد يتوج رسميا بلقب دوري السوبر. أما في حالة فوز الأهلي فسوف تكون المباراة 5:00 يوم الجمعة. نهاية جولتنا الرياضية ومرة أخرى عودة إلى نهى ورها. شكرا شروق. أعلنت سلطات العاصمة اليونانية أثينا إغلاق الموقع الأثري الأكو بوليس لمدة 5 ساعات بسبب موجة الحر، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية. كما أغلقت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في أجزاء من جنوب ووسط اليونان، أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. الآن إلى الأحوال الجوية والطقس. مرة أخيرة مع شروق عماد، إليك شروق. شكرا لكما. وقفة أخيرة لأهم وآخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا حتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي بان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 40، الصغرى 27، إسكندرية 35-24، مطروح 33-22، بورسعيد 35-25، الإسماعيلية 42-26. أما عن السويس فدرجة العظمى 41، الصغرى 26، العريش 33-21، طابة 38-27، شرم الشيخ 42-30، أما الغردقة ف 42-30. الأقصر 44-29، أسوان 45-30، الوادي الجديد 43-26، شلاتين 40-28، حلايب 36-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يبحث مع نائب رئيس غينيا الاستوائية أجندة التعاون الثنائي، ويستعرض مع رئيسة بنك التنمية الجديد دور مصر في مساندة الدول الأعضاء. مدبولي يشهد توقيع عدد من عقود إدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبو ظبي. واشنطن تدرس رد حماس على اتفاق الهدنة، وتقول إنها ستعمل مع القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل. انتهت نشرتنا مشاهدينا الكرام، لكن المزيد من المتابعة والتفاصيل مع يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. أهلا بك، ازيك يا نور، ازيك يا ريهام، أهلا بك يا يوسف. أخباركم إيه؟ كل تمام. أنت طيب. تفتكروا الأمريكان هيصدقوا وهيقربوا وجهات النظر؟ أصل حماس كانت واضحة الحقيقة، قالوا يا جماعة ما عندناش أي مشكلة في الهدنة، راحوا جايين الصهاينة، راحوا حارقين المخيمات، يعني احنا بنقول لكم احنا مستعدين للهدنة، تيجي تحرق الناس احياء. انت الملف ده بقى طبعا صحيح. لازم تفتحوا كل تفاصيله وان شاء الله النهارده في الحلقة تفتحوا كل تفاصيله، بس الواحد تعب، انت عارفة متخيلة، يعني انا بقعد اقول طب اذا كنا احنا تعبنا من ده حقيقي. اذا كان المواطن العربي تعب، اذا كان الانسان العالمي تعب من ده، هم الاهالينا اللي فلسطين يعملوا ايه؟ صحيح، ربنا يستر يا رب. لعله عيد سعيد علينا جميعا. اللهم امين يا رب. اشكرك جدا يا نهى، وشكرا جدا يا ريهام، واستاذنكم نبدا فقرتنا.